نريد منكم أن تحدثونا جزاكم الله خيرا عن الراتب الذي يعمل ليلة كل اثنين وكل جمعة. وما هو الراتب؟ عرفه هنا بقوله الراتب عبارة عن أدعية عن الديباي مأخوذة من كتاب وندعو بصوت مرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الواجب على المسلم أن لا يعمل عملا إلا إذا وافق الكتاب والسنة وعرف دليله من الكتاب والسنة، وما ذكره هؤلاء الإخوة من الاجتماع على الدعاء ليلة الاثنين بصوت جماعي وبدعاء مخصوص، فهذا كله لا دليل عليه. نعم، مطلوب من المسلم أن يدعو الله عز وجل، والدعاء هو أفضل أنواع العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه وتعالى: أدعو الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. ولكن ترتيب الدعاء في وقت مخصوص أو ليلة مخصوصة أو تخصيص نوع من الدعاء لا بد لذلك من دليل، ولا دليل على تخصيص ليلة الاثنين، ولا دليل على الاجتماع على هذا الشكل والصوت الجماعي، كل هذا من المحدثات المبتدعات. المسلم يدعو الله ليلة الاثنين وغير ليلة الاثنين، لكن بدون اجتماع وترتيب وبدون صوت جماعي، ولا يخص ليلة معينة إلا بدليل يدل على ذلك، كليلة القدر مثلا، فإن الدعاء في ليلة القدر هذا له مزية، لأن الله جل وعلا خصها بمزيد فضل. وكذلك الدعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. فلا يجوز تخصيص يوم من الأيام بالدعاء أو ليلة من الليالي بالدعاء إلا بدليل، وإلا فإن المسلم يدعو الله في كل الليالي وفي كل الأيام وفي كل مناسبة، ولا سيما عند حاجته إلى الله عز وجل، حاجته إلى الدعاء، فإنه يتأكد عليه ذلك. فما ذكره الإخوة من هذا الدعاء على الصفة المذكورة وفي الليلة المذكورة وعلى الهيئة المذكورة فإنه بدعة يجب تركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالإضافة إلى ليلة الاثنين، ليلة الجمعة شيخ صالح، هل الجواب واحد جزاكم الله خيرا؟ لم يرد في تخصيص ليلة الجمعة شيء يخصها بالدعاء فيها. نعم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوم فاضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه. وهذه الساعة هي في يوم الجمعة، ولكن الله أخفاها فيه من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل هذا اليوم، هذا في يوم الجمعة. أما ليلة الجمعة فلا أعلم دليلا يدل على تخصيصها بالدعاء، وإنما الذي ورد هو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. والمسلم كما ذكرنا أنه إنما يعمل ما قام عليه الدليل. نعم،